السلام، مرحبا بكم في فلوق 29 من الحياة المملة ديالي اللي عجبتكم. وما تنسوش إلا جاك فلوق ممل عرف بلي راه عندك الحق. مشينا. في يوم من الأيام في واحد القارة من القارات قال اسمع ليا ما بيا وهي الصينية. صراحة أنا اسمع ليا ما بيا وهي الصينية. حتى قلت أجي نخرج نمشي الحمام على وأسأل القشوات كنعرفو. ماشي نعوم ولا شي حاجة باش نهيد الملل بالصبر ديالي وأنا نخرج قصة الحمام. صافي وأنا غادي باش نمشي الحمام باش ندخل على وأسأل يخليني هذاك اللي قدام الباب ندخل. طلبته قالت لي راه من طرف الممل. قال لي صافي دوز. قلت لي لو طريز المهم باش يقول لي مالك حامض وشري مع صدام حيد الملل. صافي دخلت مع الباب ديال الحمام. اخوان ما نقدرش نصور لكم. لا الصراحة دخلت نصور لكم واخا الكاميرا تضبط. المهم غنخرج ومسح باش نحيد الملل. المهم صافي خرجت لهم شكرا وانا نخرج حيت نضادر مسحتهم. بقى فيا الحال ما لقيت واحد كنعرفو. خرجت عند داك السيد قلت ليه شكرا راه قالك الممل شكرا حيت خليتيني ندخل. المهم اخوان انا كنضحك معاكم هادشي كنقول لكم باش نحيد الملل. صافي وصلت للدار وانا ندخل بغيت نطلع في حالاتي اخوان. صافي المهم طلعت وانا نتفكر بان كاين الحلاق اللي كنحيد عنده الملل مع جلست. بغيت شي واحد نهضر معاه نحيد شويه الملل لقيتهم ملاهين مع واحد الراس ديال واحد خونا. المهم صافي اخوان بقى فيا الحال ما لقيت ما يداجني الملل وانا خرجت لهم السلام عليكم زعما راه يلاه دخلت ولكن انا راه خارج اخوان. عيط لي قال لي اجي نحصل لك فابور. قلت ليه لا حيت انا ما كنبغيش اللي فرض عليا شي حاجه الاخوان. صافي تميت غادي اخوان خشيت يدي من الجيب باش نقلب خرجت لي من الجيب. المهم اخوان عادي بديت كنهيد شويه الملل مع راسي بانت هاد مشى بغيت نضحك معاها مشات وخلاتني بلاكه. المهم اخوان جاف مشاش ما جيش في البنات اخوتي. المهم القيمه هي اهم حاجه في الحياه. صافي وانا غادي بغيت شي واحد كنعرفو نهضر معاه نحيد معاه شويه الملل. صافي ما لقيت ما يدار كندور وجهي ويتبان لي واحد مشى عاتو فين قال لي المهم بانت لي قلت الله غنحيد معاه شويه الملل. قبل ما نقولها بس قالت لي سير حيد الملل مع امك. مشات ناري اخوان بقى فيا الحال ما تسرطاتش ليا اخوان ولكن خاك قلت لكم واخا جا في المشاش ما تجيش في البنات اخوان ما هو كلشي ما قلت والو ولكن المهم تحيدوا شويه الملل بهذا الفيديو هذا اخوان. بان لي هنايا المازوط وليسان شحال طالع. المهم شفت شحال كاين وانا نمشي بلا نسولو باش يقول لي هو باش نتاكد واش داكشي اللي كاين تما هو اللي عنده فمه. المهم اخوان صافي قال لي داكشي وانا نزيد واخا ما بغيتوش. عرفتو انا ما كرهتش كون عطيت الطوموبيل ونحطها في لافاش ونتسناها ونحيد الملل ولكن اخوان الله يعز رجليا كندير لهم لافاش من الليل الليل اخوتي ملي كنبغي الناس. المهم صافي بغيت نمشي باش نمشي نقصي شي حاجه حيت جاني الملل والماكله اللي كنحيد منها شويه من الملل اللي كنحس به. وباش نقطع خاصني نقلب على باص اسمحوا لي اخوتي وحلت لي باش نقطع خاصني نقلب على باصاج بيطون. وانا غادي نقلب على الباصاج بيطون قالوا لي الاخوان هادو مجموعين هنايا. قلت كنصحاب شي حاجه واقع عليا. قلت لهم شنو واقع ما دافيه حتى واحد. حضرت راسي وانا نزيد الاخوان ما حلوش تحيد الملل مع هذا الشاب. المهم اخوان صافي بالي باصاج بيطون واخيرا نقطعوا مع باصاج بيطون اول مره في هذا الفيديو هذا. المهم اخوان حضرت راسي وانا نزيد على واسه ما ضرب لي حتى الطوموبيل اخوتي. حضرت راسي زدت كنحسب في خطوطه لقيت 15 خط. صافي اخوتي وانا غادي حسبتهم قبل ما نوصل لهم اخوتي باش نحيد شويه الملل وصافي اخوان. المهم صافي وصلت هذه المحله بلا نقصي فيها. المهم عاد دخلت قلت لي شنو قال لي شنو قلت لي شنو قلت لي صافي انا قرات قريت ساليت قال لي شنو قلت لي شنو صافي. المهم اخوان حط لي مقايله هذه ولكن قال لي هاني. المهم جلس فيما بغيتي انت الممل ديالنا. بديت كنحسب 1 2 3 15 صافي جلس انايا. المهم صافي اخوتي عجبتني هاد الوسط المليون اللي جا جلس اللي من نهضر معاه وندوي مع هذاك اللي على اليسار بات لي هذيك بلاصه. وبطبيعه الحال باش نحيدوا الملل خصنا نمشيو لها اخوتي. المهم جلست تما باش نبرقق واحد شويه. المهم اخوان رجعت جلست في البلاصه باش نقرا هادشي حيت نسيت ما قريتو. صافي مع قريتو مشيت جلست في البلاصه اللي على برا باش نبدا نتبرقق شويه بغيتو ما يتعطلوا عليا باش نقول لهم اخوتي تعطلتوها فين هي الماكله ونحيد شويه الملل. لقيتهم حطوا لي الماكله ديالي ماكله ما تحطات معنا هذا اخوتي ما لقيتش ما يدار. بغيت نحيد شويه الملل وخا عندي فلوس قلت اجي نهرب لي باش يعيط لي ورجع عنده نقول لي اسمح لي نسيتك ونحيد شويه من الملل هرب. الصراحه هذا الهروب ديالي مشى بعيد ما حسيتش. لقيت راسي قدام باب الدار ودخلت كنجري. صافي دخلت بحال ما كاين والو اخوتي طلعت في الدروج هذو وانا نتفكر باللي اخوتي حشومه خصني نخلص. رجعت كنجري باش نمشي عندهم باش نخلصوا اخوتي على وعسى ربي يشوف من حالنا وناكلوا ونشبعوا حلالا طيبه. صافي اخوتي بالي هذا الباساج بيطون قلت لا علاش لا نهايا نقطعوا نحيدوا شويه الملل وصافي اخوتي. المهم بالي هذا الباساج بيطون قطعته عادي وخرجت مشيت اخوتي. صافي المهم قطعت الباساج بيطون المحلبه باقا من ليها دونك اخيرا غنعاودوا نقطعوا هذا الباساج بيطون عاوتاني. والباساج بيطون راه ولا اخوتي مشينا لي صافي هذاك اللي فيه 15 خط ثاني حسبتهم لقيتهم 16 خط ناري اخوتي وقلنا نعاود نحسبهم مره اخرى. صافي المهم دخلت على المحلبه باش تخلص ولا ماشي هذا اخوتي. المهم صافي المحلبه اللي كليتو هربت فيها دخلت عندو قلت ليها صافي نسيتي ما تخلصتي زعما على اساس راه هو اللي غلط. المهم صافي خرجت عاوتاني باش نقطع الباساج بيطون من ليها باش نمشي ليها الباساج بيطون قطع داك اللي فيه 15 خط اللي لقينا فيه 16 خط. المهم صافي قطعته اخوتي وانا نشد الطروطوار باش نمشي باش وصلت للدار صوني توقع عندي سيرو باش يطلعوا لي يقولوا واه نسيتي ساروتك ولا حليت ساروت ونقول لهم سمحوا لي نسيتها وحليت. صافي لا حليت ساروت حليت شحال الدو بحال هكا كيفاش شنو هادي بحالك خصو يتشعل الضو ماشي. المهم صافي اخوتي طلعت في الدروج بديت كنحيد شويه من الملل اللي كنحس به. صافي وصلت للدار دخلت جلست مع الدار حتى لقيت راسي كنتفرج في هادشي اخوتي اوه صافي وصلت لقمه الملل كيبان ليا. صافي واخا تحيد هاد المغني هذا راه بخير زوين ما عليه ما به. المهم صافي ما كاين ما يدار اخوتي بديت كنحيد الملل ولكن واخا كنقنط ديال بصح. صافي قلت اش غندير نطلع الدوزيام ايطاج نشوف الدار فاش كيتفرجوا. صافي ما وصلتش حيد الصبر ديالي بقيت بتقاشر نخليكم تنمروا عليا شويه اخوان. ما تنساوش قولوا شنو هي المدينه اللي جيت لها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. وما تنساوش بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجيه الملل.